السلام عليكم. الآن حنتكلم على السيستم كاركترستيك كويجن. السيستم كاركترستيك كويجن هي بتعطيني البولز وال يعني البولز للسيستم والبيهيفير تبعتها. لو جيت للسي اوف زي، السي اوف زي قلنا عبارة عن جي اوف زي على واحد بلس جي اتش، هنا لو في عندي اتش في الفيدباك جي اتش اوف اف زي، وعندي في الار اوف زي هذه بدها تساوي عباره عن كي في البرودكت للزيروز على البرودكت ذا البول للسيستم. الان البرودكت للبول للسيستم هذه هي اللي بنسميها الكاركترستيك ايكويشن. ولو استخدمت هنا البارشال فراكشن، وهنا خلينا للسمبلستي ويأسوم انه عندي ديستينكت بولز، بدي يصير عندي هالجين للاولاني على الزي ماينس بي واحد، الجين للثاني في الزي على الزي ماينس بي تو، والجين على الزي ماينس بي ان، واللي بضل عندي اللي عندي الفورس ريسبونس الموجود عندي. فهنا if the system is stable ايش معناته؟ الناتشرال ريسبونس اللي عندي هذا ترانزينت ريسبونس اللي عندي كل البولز تبعاته او الستيت هذا اقل من واحد عندي او انسايد يونت سيركل. فلما اجي اطلع عليها هاد بدها تساوي الكي اي في البي اي تو ذا كي. الان لو البي اي هذه اقل من واحد، هذا كل ما كي تزيد هذا الرقم ايش بدي يصير فيها؟ بدي يصغر. عشان هيك هذا بنقول عنه ستيبل لانه تزنط. لو هذا اكبر من واحد كل ما بزود كي ايش هذا الرقم بكبر، معناته هذا go will blow up للسيستم. الآن الكاركترستيك كويجن اللي هي الدينومينيتر اللي حكيت عنها هان، هذه بدها تساوي 1 بلس جي اتش اوف زي اللي بدي يساوي 0، والروتس ار البولز اوف ذا كلوز لوب ترانسفير فانكشن اللي احنا حكينا عنها الحين. كويس. الآن مابينج من الاس بلين للزي بلين. الآن لو عندي اي اوف تي بدها تساوي اي تو ذا ماينس اي تي، يبقى اي في اس بدها تساوي واحد على اس بلس اي، هذه في البلس. لما بروح للستار بدها تساوي اي اوف تي اس على اي تو ذا تي اس ماينس اي تو ذا ماينس اي تي. الان لما بروح للزي بدها تساوي زي على زي ماينس اي تو ذا ماينس اي تي. الاكزاكت ابروكسيميشن اللي بستخدمها زي بدها تساوي اي تو ذا اس تي. الآن عندي S إيش بتساوي؟ هي عبارة عن سيجما بلس جي أوميجا. هذا لو قلنا على الإماجينري بدنا نعتبر سيجما بتساوي زيرو، بتضل عندي Z بدها تساوي E to the ST، والـ E to the ST يعني هذا اللي هي عبارة عن E to the J أوميجا T الموجودة عندي. ها الـ E to the J أوميجا T هي عبارة عن كوساين أوميجا T بلس جي ساين أوميجا T، وهذا لما بدي أجيب الماجنيتود تبعها عبارة عن إيش؟ كوساين سكويرد بلس ساين سكويرد، وهذا بتعطينا إيش؟ الواحد. والفيز تبعها بدي ساوي الانفرس تانجنت لس ساين أوميجا FT على كوساين اوميجا FT، واللي هي عباره عن التانجنت والانفيرس تانجنت، بتعطينا الايش؟ الاوميجا T. وهنا عندي شرط عشان ما يصيرش عندي اليسنج، الاوميجا في اس بدها تكون توايس الهايست فريكونسي اوف ذا سيستم، واللي عندي اللي هي الاوميجا الموجوده عندي الاوميجا اس هي عباره عن 2 باي يعني ها، والاوميجا T بدها تساوي 2 اوميجا تي اللي عندي. الاوميجا اس تساوي باي على تي الموجود عندي، وهذه بدها تساوي اللي عندي 2 اوميجا اس زي ما شفنا. الان سيجما ان اوميجا ار ريليتد باي اوميجا على سيجما اللي هي التانجنت للبيتا زي ما شفنا قبل شويه، اللي هي لو انا بدي اعوض عنها هي بدها تساوي اي تو ذا سيجما تي الفيز انجل للسيجما تي تانجنت بيتا اللي عندي. في الاس دومين هاي اللي عندي احنا لما ناخذ مواقع، الموقع هنا اللي هو هذا بدي اسميه واحد، الموقع هذا بدي اسميه اثنين، الموقع هان ثلاثة، الموقع هان اربعة، الموقع هان خمسة، الموقع هان ستة، وهنا بتكلم على شقة الاماجينري والليفت هاف بلين. طب هذه لما بدي اروح للزي دومين وين هتساوي؟ الواحد هو عبارة عن النقطة هذه،
اللي هي نقطة البداية اللي هي بتساوي عندي واحد في الزي بلين بلس واحد اللي هي بتعادل الصفر، لأنه اي تو دي زيرو بدها تساوي ايش؟ واحد. الآن أنا بروح في هذا الاتجاه، هاي الدائرة نقطة اثنين الموجودة هان هي بتساوي هذه النقطة، نقطة ثلاثة اللي هي بتساوي هان النقطة، أنا جاي قاعد باجي لل أوريجين هان، نقطة أربعة اللي هي هان بدها تكون قريبة لهذه النقطة، نقطة خمسة اللي هي زي مرادفة لهاي، نقطة ستة بترجع لها، يعني هذه زي ما هي سيمتريك هان هي سيمتريك في هذا الاتجاه. الآن اللي بتطلع عليه لو عندي يعني سيجما واحد وسيجما اثنين، هاي في الاس وهاي الجي اوميجا، ايش هذه بتساوي؟ هذه بتساوي بتعطيني قديش النصف القطر اللي انا بدي امشي فيه في هذا المجال، لانه هذا عبارة عن ايش؟ المسافة هذه اللي هي السيجما واحد، هذه بدها تعطيني الـ e to the sigma t اللي عندي، هذه بتعطيني. طب مواقع البول والزيرو إلها مفعول، لما نيجي نطلع عليها مثلا، لو عندي بول هنا كيف الريسبونس تبعه؟ حنلاقيه في هذا الاتجاه، هذا stable وت will die down to zero. طب لو رحت في الاتجاه شوية لهاد، ايش حلاحظ منه؟ حلاحظ انه هذه حتكون slower، يعني في هاي حلاحظ هذا الاتجاه. لو جيت على هذه المنطقة ايش حلاحظ عندي؟ هذه بتضل القيمة ثابتة عندي على واحد. طب لو جيت على الاتجاه الثاني ايش حلاحظ؟ الاشارة هان positive حتنزل negative حتطلع positive، بس ايش؟ it will die down. هنا نفس الشيء بس حتكون ايش؟ slower. لو جيت لهنا حلاحظ واحدة بتطلع واحد في البوزيتيف والتاني بالنيجاتيف. هذه في في الليفت هاف بلين ايش بحصل عندي؟ بحصل عندي ظاهرة بنسميها الرينجينج اللي عندي. الآن للكومبلكس بول ايش بلاحظ؟ هاي عندي ببدأ بالهاف البوزيتيف، بروح للنيجاتيف هاف سايكل، بعدها بروح للبوزيتيف. الآن هنا بتبقى عندي slower than this one، بلاحظ القيم أكبر فبتاخذ وقت أطول لتوصل للستدي ستيت. إيش الاستنتاج اللي هاي؟ القيم اللي في الليفت هاف بلين هذه بيصير لها رينج وبتروح بوزيتيف بتنزل نيجاتيف، القيم اللي في الرايت هاف بلين بتروح بوزيتيف نيجاتيف، طالما أنا انسايد اليونت سيركل والسيجنال هذا it will be dying down. إذا رحت للأوتسايد اليونت سيركل إيش حيحصل؟ السيجنال حتكبر وت will blow up، هنا حتروح تبدأ بصغير ونكبر ونكبر هنا ونكبر هنا. هذه على اللاين الزيرو لاين بلاحظ إنه ببدأ مثلا من صفر وبضلني أطلع على أوصل قيم يعني infinity في هذا المجال. كويسين هيك. الان البروتوتايب للسيستم ايش عندي؟ الجي اوف اس بتساوي اوميجا ان سكويرد على هذا سكند اوردر سيستم، اس سكويرد بلس 2 زيتا اوميجا ان اس بلس اوميجا ان سكويرد، وعندي هان بدها تساوي الاس 1 والاس 2 ماينس زيتا اوميجا ان بلس اور ماينس جي اوميجا ان سكوير روت ل 1 ماينس زيتا سكويرد، وهذه اخذتوها سابقا. ولو بدي اروح انا بدي اعوض بدل اس الزي بدها تساوي اي تو ذا اس تي، بدي اعوض بدل اس 1 اس 2 حتعطيني اي تو ذا ماينس زيتا اوميجا ان تي، هذه الماجنتيود، والفيز بده يعطيني بلس اور ماينس اوميجا ان تي سكوير روت لل 1 ماينس زيتا سكوير، هذا حسميها ار وهذا حسميها بلس اور ماينس تيتا، وهي ار وهي الثيتا الموجوده عندي. الان هذه بتعطيني علاقه مباشره لو انا بدي احسب عندي الاوفر شوت وعندي السيتلينج تايم وبدي احسب او الرايز تايم وبدي احسب زيتا واوميجا ان منها او بدي اجيب الار والتيتا منهم، فهذا بتعطينا العلاقه بين زيتا والاوميجا والار والتيتا والاوميجا ان في علاقتها هاي، والتاو اللي هي التايم كونستانت هاي علاقته واحد على زيتا اوميجا ان في الماينس تي على الناتشورال لوج للار. هذه بتعطينا العلاقة بين تيتا
وأوميجا إن. بناخذ بريك الآن وبنرجع تاني إن شاء الله نكمل في تشابتر 6.